هارد لك. ظروف بسيطة، تفاصيل بسيطة جعلت المباراة تذهب للنصر، لماذا لم يحافظ القادسية على الأقل على التعادل كابتن؟ أول شيء بسم الله الرحمن، الحمد لله مبروك لنادي النصر، هارد لك لنا. هذه الكورة فوز وخسارة، الحمد لله احنا حاولنا نحافظ على النتيجة، لكن ربي ما كتب وسجل النصر هدفين ومبروك لهم. كابتن على مستوى المركز التاسع غير مطمئن، على مستوى الدوري احنا لسه باقي كم جولة غير مطمئن، كيف شايفين وضعكم؟ بإذن الله ما عليه، باقي الدوري طويل وإن شاء الله نصحح أخطاء ونرتبها إن شاء الله في المباريات الجاية. أيضا كابتن على المستوى الشخصي لاعب منتخب شباب واليوم حظيت بالفرصة، وين ناوي تروح بعيد في الملاعب يعني؟ إن شاء الله بإذن الله، الله يكتب الحين اللي في الخير ونلعب ونشد حينا وبإذن الله اللي يجي من الله حياه. طيب نتفائل بعبد المحسن إن شاء الله هو لاعب منتخب الشباب وإن شاء الله تكون أحد أعمدة المنتخب مستقبلا، بس يبي له شغل واجد. إن شاء الله بإذن الله حبيبي. قدها إن شاء الله، شكرا عبد المحسن.